تختلف الحصون عن القلاع في أنها مباني محصنة عسكرية وليست مساكن، وقد بنيت هذه المباني تحديدا في الحروب وتحديدا بهدف الدفاع عن أقاليم معينة، وتعود الحصون إلى آلاف السنين، كما يعتقد أن بناءها قد سبق بناء القلاع. وقد أقيمت الحصون بشكل دائم أو بشكل مؤقت في أوقات المعارك فقط. يضاف إلى ذلك أن طرازها المعماري قد تطور مع مجيء المدافع والمتفجرات، وتحسنت قدراتها الدفاعية مع التقدم العسكري الذي حصل في الحرب العالمية الأولى. أما القلاع فهي مساكن ضخمة ومحصنة بجدران قوية للحماية من الهجمات، بنيت لأول مرة من قبل الملوك الأوروبيين في العصور الوسطى، وبنيت كذلك في العصور الإسلامية، وغالبا ما كانت تحاط بخنادق بهدف إعاقة الهجمات، كما أنها تحتوي على فتحات في أعلى الجدران العالية والأبواب بهدف إطلاق السهام من خلالها، وغالبا ما كان الملوك والأمراء والقادة يعيشون فيها، أي أن القلاع كانت بمثابة مركز للحماية ومركز عسكري وإداري ورمز للثروة والسلطة. هذا دار الحنش. وبالتالي فإن ما نشاهدها الآن تعتبر قلعة وليست حصنا كما يسميها البعض من أبناء المنطقة، أو كما هو مكتوب على برنامج جوجل إيرث. إذن نحن الآن في ضيافة قلعة كومان التاريخية، فأهلا بكم. تقع بالقرب من سوق بيت الكوماني التابع لمديرية عنس محافظة دمار. تبعد عن مدينة دمار عاصمة المحافظة بحوالي 20 كيلومتر إلى الجنوب منها، وهي قريبة جدا من الخط العام خط صنعاء تعز. فإذا كنت متوجها إلى دمار فإنك تشاهدها على الجهة اليمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من بوابة دار الحنش نحييكم أجمل تحية، تفضلوا معنا. لم نجد أي مرجع أو مصدر موثوق يتحدث عنها وعن تاريخها، متى بنيت ومن الذي بناها ومن جدد بناها. فبقدر ما هي قديمة وتاريخية، إلا أن مؤشرات التدخل المعماري الحديث ماثلة في تفاصيلها كالطلاء الأخضر والبلوك الأسمنتي، في حين تقول القاعدة الأثرية أن إدخال مواد حديثة كالأسمنت والحديد تشوه النمط المعماري الأثري وتحرف بوصلته. لكن الكارثة الأكبر والغصة الأمر هي الحالة المأساوية التي تعيشها هذه القلعة خصوصا، وسائر القلاع في طول البلاد وعرضها عموما، من تدمير ونهب من المجتمع المحلي مقابل الإهمال الرسمي وتقصير الجهاز الأمني في ردع وإيقاف مثل هذه الممارسات المخلة بلواميس التاريخ، مما يؤدي إلى طمس الهوية من جذورها. هكذا كما أنه اليمنيون القدماء كانوا أصحاب رؤية هندسية فاقدة. شاهد الخزنة، الخزنة Thank you.
انعدام المصادر حول هذا المكان يشير إلى أنه لم يجد طريقه إلى التوثيق في سجلات الهيئة العامة للآثار والمتاحف وهيئة المدن الأثرية والتاريخية. حتى ونحن نتواجد في دهاليز وممرات هذه القلعة لم يحالفنا الحظ في مقابلة أحد الأشخاص من كبار السن أو من أصحاب الخبرة ليعطينا حتى فكرة بسيطة من مخزونه المعرفي حول القلعة وآخر من سكنها، باستثناء مجموعة من الشباب والفتية الصغار الذين رافقونا أثناء التصوير، وهم لا يفقهون شيئا مما نريد معرفته إلا ما قاله لنا أحدهم قبل مغادرتنا المكان يدعى أكرم الكوماني. بوابة، البوابة ما خلوهاش يعني تكون يعني قداء، خلوها يعني بحيث انه في حالة غزو يصعب على الغازي اقتحام الحصن. صح. ايضا فوق الباب كما كان في جميع فوق الباب كما تلاحظ كان يصب الزيت الساخن او الماء على المعتدين للمعتدين. ايضا يوجد لهم مخلولة في حالة اقتحام الحصن مخرج من الاعلى من المواجد وخلفي الحصن بحيث يصعب على المقتحم ان ياتيه من الاسفل. اما الذي هو متحصن داخل في حاله الاقتحام يكون نزوله من الاعلى. اسمك؟ اكرم الكوماني. القلعه تتحدث عن نفسها من حيث الشكل والتخطيط والنمط المعماري والتحريزات الامنيه والاحجار المنقوله من مواقع حميريه. ومحافظه ذمار مليئه بهذه المواقع، مع استبعاد احتمالية أنها بنيت على أنقاض مبنى أو قصر حميري، بدلالة الكمية المتوفرة من الأحجار التي تعود إلى فترات حميرية فهي تبدو قليلة مقارنة بالكم الهائل من الأحجار المشذبة والمهندمة في تكوينات القلعة الداخلية والخارجية. أحمد، هذا شيء؟ لا نكشة صح، لا نكشة بس الحجر مقلوبة. ما لفت أنظارنا ونحن ندلف إلى القلعة للمرة الأولى هو المهرجان الصاخب من العقود الجبارة ذات الأسس المتينة والأحجار الأنيقة، فكلما مررنا بعقد يبرز أمامنا عقد آخر في الطابق الأرضي للقلعة، وكلما تجاوزنا رواقا وظننا أننا قد وصلنا إلى خط النهاية حتى نفاجأ برواق آخر نكاد نجزم عندئذ أننا كنا ندور حول أنفسنا. كلها عقود. مشاعر الرهبة والدهشة إزاء تفاصيل المكان التي لم ندرك مغازيها امتزجت على الفور بمشاعر الأسى والإحباط، ونحن نشاهد ما تبقى من هذا الصرح الأنيق يتعرض لكل صنوف الممارسات المؤذية التي لا تمت باحترام الماضي بأي صلة. الدهاليز والممرات في حالة مدمرة والصورة أبلغ من الحديث. إيش بيقول لكم؟ فهل يليق بنا كيمنيين أن نضع تراث آبائنا وأجدادنا في هذا السياق المخزي؟ قلعة جميلة وغنية بالإبداع والفن تسكنها فضلات البشر وأعلاف الحيوانات وشبكات العنكبوت والحشرات الضارة والقوارض وغيرها مما يبعث الخوف والهلع في النفس. كدنا نتراجع من منتصف الطريق داخل الدور الأرضي المتشح بالظلام والغبار لولا وصول هؤلاء الفتية الذين شعرنا بوجودهم بنوع من الأمان، لنواصل السير فيما تبقى من ردهات القلعة المدمرة المهملة. ليش الإهمال هذا؟ ليش مهملين تراثنا هكذا؟ ليش؟
اكفيك عادو عادو من عندك. لا انا قاعد اجي غنتمس للطرف. بس في غبار بيطلع بالعدسه. لا الا بيطلع بالعدسه لكن في التعب. بالعدسه بيطلع فيها غبار. مخرجه انا هلا يا حجر. دحين انا في عرض حجر رسوم بس ما حد داري. وينهن وينهن؟ هو احمد ما هذه نكشه. لا نكشه. لا نكشه صح. لا نكشه بس الحجر مقلوبه. نشوف حبه حبه علشان الغبار بيطلع غبار كثير بال. روح حراسة. ايوه هذه نوبة. بيت الكوماني. لكن الدار هذا شو يسمونه انتم؟ الكوماني. الحصن. ايش اسمك يا بطل؟ محمد شايف عطلان في الكوماني. وانت؟ طلاب رامي حراسه الكوماني. اهلا وسهلا. انا اسمي احمد القادري. اصوركم ان شاء الله ونشر صوركم. دعمونا بالاشتراك تمام؟ شوفوا قدام جيمين داخل يريم. وفوق المطر مدري اي. يريم مدري اي. لا من خلدان من البلاد بس انا قد اليوم احنا ها عقود كلها عقود. طلعنا ايوه. يلا تمام. ايش توجه كلمة شكر للشباب هذول الفتيان الصغار؟ هذيك مرامي. مرامي ايوه. يرموا منها. هذه نوبة. حق المرامي حق الغزو. وهذيك. وهذا. وهذا. وهذه الغرفة حق الحراسة. طلع خارج. Thank you.
انت جدك كان راعي القلعه؟ ها اسم جدك؟ قصورنا مهدمة مخربة بدون ترمي بدون اهتمام الجهات المعنية تضر العقد والتلف بسرعة. فل فل هذا كان المكان هذا نوبة للعسكر استخدموها للأسلحة مواشك. وهذا حمام صح هذا من هنا يعني فيها جميع يعني فيها كل شيء نوبة يعني فراشة أكيد إنه العسكري كان يجلس هنا لا يمكن تحرك من مكانه صح الحمام عنده كل شيء عنده ما يحتاج إنه بأعلاف الحيوانات. تروح حجر هذا مت؟ ايه. في متر أكثر من 30 سم. أكثر من 30 سم ارتفاع.